بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أصحاب الفخامة والسمو والمعالي السيدات والسادة الحضور. اسمحوا لي في مستهل كلمتي أن أنقل لكم تحيات رئيس الجمهورية الجزائرية السيد عبد المجيد تبون، وأن أقرأ على مسامعكم الخطاب الذي حملني إياه وفيما يلي نصه. صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، فخامة السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو معالي السيد الأمين العام للأمم المتحدة، السيدات والسادة الحضور، لقد تلقيت بامتنان الدعوة الكريمة التي وجهها لي أخي جلال الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وأخي فخامة السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر الشقيقة، وبالتنسيق مع السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة للمشاركة في هذا المؤتمر رفيع المستوى، والذي نطمح من خلاله بالخروج بحلول عملية تخفف معاناة إخواننا الفلسطينيين في غزة وتعالج وضعيتهم الإنسانية المقلقة. السيدات والسادة الحضور، ونحن نجتمع اليوم ما زال آلاف الأطفال والنساء والشيوخ يواجهون وهم عزل آلة الدمار والتقتيل، وهي وصمة عار في تاريخ الإنسانية أمام عجز المجتمع الدولي في التعامل بكل عدالة مع القضية الفلسطينية. من موقعنا كعضو دائم في مجلس الأمم ومجلس حقوق الإنسان، عملت الجزائر على تقديم القرارات لوقف إطلاق النار وتسهيل المساعدات والدفع باتجاه احترام القرارات الدولية. كما قامت الجزائر بمد يد المساعدة بإرسال مساعدات إنسانية ضمن عملية تنسيق مع دولة مصر الشقيقة، وتقديم مساعدة لوكالة أونروا. لذلك نسعى للتخفيف عن معاناة إخواننا وأشقائنا في دولة فلسطين. السيدات والسادة الحضور، انسجاماً مع مبادئ سياستنا الخارجية، فإن الجزائر وهي تشارك في هذا اللقاء الحدث تود تحقيق ثلاثة أهداف: أولاً، تفعيل القرارات الأممية في وقف إطلاق النار واعتماد طرق وآليات للوقف الفوري لإطلاق النار، وترحب بالقرار 2735 الذي يجب أن يطبق فوراً حتى تنتهي معاناة الشعب الفلسطيني الأعزل. ثانياً، ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين وضمان حمايتها مع إعطاء صيغة تنفيذية لقرار مجلس الأمن رقم 2728. ثالثاً، ضرورة تفعيل المسار الرامي إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية. وفي انتظار تحقيق هذه الأهداف ومن منطلق المسؤولية، يسعدني أن أغتنم هذه السانحة لأعلن عن قرار الجزائر بدفع بصفة مسبقة للشطر الثاني من مساهمتها المالية في ميزانية السلطة الفلسطينية بعنوان السنة الجارية. أيها السيدات والسادة، ونحن نأمل أنه بعد هذا اللقاء أن تخفف معاناة إخواننا الفلسطينيين في هذا الظرف العصيب الذي يكتب كوصمة عار في تاريخ الإنسانية. أشكركم على كرم الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله. أشكر معالي وزير الصحة في جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية الشقيقة.